يعني اليوم يعقد المؤتمر الرابع لمجلس سوريا الديمقراطية على في مدينة أفقة، في المناطق التي تعتبر هي أكثر المناطق أمنا وأكثر المناطق التي مؤهلة بعد أن تم تحريرها من تنظيم داعش. اليوم هنا الأهمية لعقد هذا المؤتمر هو أنه يعقد على الأراضي السورية وضمن الحاضنة الشعبية وضمن المناطق السورية. مؤتمر مجلس سوريا الديمقراطي كما يعلم الجميع هو مشروع سوري بدأ منذ عام 2015، وإلى الآن تأخر عقد المؤتمر الرابع بسبب الظروف الراهنة وموضوع كورونا، ولكن جاء توقيت المؤتمر في هذا الوقت ليعبر وليكون تعبير عن إرادة الشعبية الموجودة لدى القوى السياسية المتواجدة في مناطق شمال وشرق سوريا والقوى السياسية المنضوية تحت قبة مجلس سوريا الديمقراطي من المناطق الأخرى، تعبر عن إرادتهم في التغيير وفي التوجه نحو حل الأزمة السورية بإرادة شعبية مطلقة دون تدخلات خارجية ودون إملاءات ومصالح دولية لا تمثل الشعب السوري بصلة. عقد هذا المؤتمر له أهمية من حيث الزخم السياسي والتجمعات السياسية والأحزاب السياسية والتشكيلات السياسية المضوية تحت قبة مجلس سوريا الديمقراطي لما لها من تأثير سواء على الداخل السوري أو مناطق شمال غرب أو في مناطق شمال وشرق سوريا. لذلك كان لابد أن لهذه القوى أن تجتمع في هذا المؤتمر وتعبر عن رؤيتها وتحليلها للأزمة السورية ورؤيتها للحل ووضع أسس وخارطة الطريق لحل الأزمة السورية بجهود وطنية وبجهود محلية بعيداً عن التدخلات الخارجية. أيضا سيد إياد، يعني مؤتمر مسد جاء أيضا بالتزامن مع إقرار العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم شمال وشرق سوريا، يعني كيف تقرؤون هذا التزامن؟ اليوم إقرار العقد الاجتماعي ووجود المساحة الآمنة، يعني اليوم من مناطق شمال وشرق سوريا هي مساحة آمنة لكافة السوريين الباحثين والسعين إلى حل الأزمة السورية بطرق سلمية وبأيادي سورية سورية. إقرار العقد الاجتماعي والتعددي وحالة التعددي السياسي وحالة الديمقراطية الموجودة في مناطق شمال وشرق سوريا هي ما مهدت وسهلت الأمر لعقد مثل هذا المؤتمر ووجود هذا التجمع السياسي الكبير سواء من الأحزاب أو من التنظيمات السياسية المضوية في مجلس سوريا الديمقراطي. العقد الاجتماعي يعبر هو روح ويعبر عن إرادة شعبية متواجدة لدى كافة السوريين ولكن تجسدت في مناطق شمال وشرق سوريا. ربما الحالة التي فرضها العقد الاجتماعي هي حالة ارتياح لدى المؤتمرين وحالة ارتياح لدى الشعوب في مناطق شمال وشرق سوريا، وربما هي مرحلة جديدة في تاريخ المنطقة وتاريخ سوريا عموما للانطلاق نحو الحل السوري بعيدا عن الأجندات الخارجية والتدخلات الدولية. أيضا الدكتور عفوا سيد إياد، كيف تقرؤون انتخاب الدكتور محمود المصلط للرئاسة المشتركة لمسد؟ يعني هو شغل سابقا منصب رئيس مكتب العلاقات الخارجية للمجلس الوطني السوري، وأيضا معروف أن له علاقات دبلوماسية مع الكثير من الجهات وأيضا مع شخصيات مؤثرة داخل الكونغرس الأمريكي. بالتأكيد للدكتور محمود المصلط باع طويل في الشأن السياسي وفي العمل السياسي سواء في السابق في بداية الحراك الثوري في سوريا وإلى تاريخ اليوم من خلال علاقاته الدولية ومن خلال تواجده في الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا له قاعدة شعبية لأنه من ابن منطقة يعني مدينة الحسكة وله امتداد عشائري وامتداد شعبي أيضا داخلي، وجرى انتخابه ضمن حالة توافقية وإجماع شبه تام في مجلس سوريا الديمقراطي. وجود الدكتور محمود في المجلس الوطني لا يعني من شأنه أن يغني تجربة الدكتور محمود في كافة المجالات السياسية التي كانت تسعى في او كانت على تظهر على المشهد السوري وخاصه في موضوع المعارضه اليوم، وهو تعبير ايضا من مجلس سوريا الديمقراطي. ليس لدينا خلاف مع اي تيارات سياسيه ما 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 فيما انها تلتزم بالخط الوطني والخط الديمقراطي
وإرادة الشعب. ربما تواجد الدكتور محمود في مرحلة معينة مع المجلس الوطني، وهو عبر عن في وقتها عن استيائه من تلك يعني من تلك القيادة في ذلك الوقت، وترك المجلس الوطني في وقته لأنه لم يجد به مشروع يخدم القضية السورية، ولم ينتسب ولم يدخل في الائتلاف السوري فيما بعد. ربما وهو يجد، يعني عبر الدكتور محمود أنه يجد في مجلس سوريا الديمقراطي ويجد في التجربة الديمقراطية في مناطق شمال وشرق سوريا أن الحل الأمثل للقضية السورية، وهي المنطلق الأمثل لحل الأزمة السورية، من خلال التواجد على الأرض السورية، ومن خلال يعني استخدام الجهود المحلية، ومن خلال الحوار السوري السوري، ويكون منطلق لفرضه على سواء الدول أو المجتمع الدولي. عندما تكون هناك إرادة سورية مطلقة، سوف نضغط على المجتمع الدولي وعلى الجهات المتدخلة، وخاصة الجهات التي تبحث عن المصالح في القضية السورية. حينما يتوافق السوريين على شأن أو قضية ما، سوف يشكلون وسيلة ضغط، وسوف ينالون ما أو سوف يسهلون حل الأزمة السورية بشكل مثالي، وبشكل يخدم الشعب السوري أو القضية السورية بشكل عام. نعم، شكرا لك سيد إياد على كل هذه المعلومات والإيضاحات. كان معي من شمال وشرق سوريا إياد الخطيب، عضو المجلس العام في حزب سوريا المستقبل. أشكرك جزيل الشكر.